عبد الرضي حاحو مدير جهوي لاداره السجون عدد مجد الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. المدير الجهوي لجهه طنجه الحسيمه تشرفت هذه السنه كباقي السنوات الماضيه بتنظيم المهرجان الثالث للمسرح. هذا المهرجان هذا اللي كيجي في اطار الفعاليات والانشطه اللي كتقوم بها المندوبيه في اطار واحد البرنامج كيهم جميع المبادرات الثقافيه والفنيه والرياضيه. كياتي اليوم هذا الاختتام ديال المهرجان الوطني للمسرح واللي تبارت من خلال 9 ديال الجهات شاركت فيها 265 ساجين وبينهم واحد 14 ساجين ديال الاحداث وتكلس بالنجاح ديال الفريق او الفرقه المسرحيه للقنيطره اللي كان في هذه المناسبات هذه ان جميع الفروق عبروا من خلال المسرحيات ديالهم على ديك الهموم اللي كتخالجهم سواء اللي كتعلق بالاسباب اللي خلتهم يدخلوا للمؤسسه السجنيه او كذلك المعاناه اللي كيعانيوها داخل المؤسسه السجنيه كانسان محروم من الحريه ديالو. وهذا هو الغايه والمبتغى من المندوبيه العامه انها تخلي وتعطي فرصه للسجناء انه يبرزوا اولا ذاك الملكات الفنيه والخبرات ديالهم وكذلك تعبير عن الهموم ديالهم باش انه الانسان يوقع لواحد او السجين في اطار واحد التصالح مع المجتمع ديالو. شكرا. حمزه دقون عضو لجنه تحكيم المهرجان الوطني الثالث للمؤسسات السجنيه بمدينه طنجه. طبعا لي الشرف انني نكون في هذا المسابقه الرسميه اللي كتشرف عليها اداره ديال السجن بطنجة كعضو لجنه التحكيم. طبعا رفقت مجموعه ديال الاساتذه والفنانين في المسرح اعتبروها تجربه نوعيه من خلال تحكيم مجموعه ديال العروض المسرحيه طبعا اللي كتجلى في مواضيع مختلفه ومتجليه في ديكورات مختلفه وفي نصوص يعني كتمزج بين الواقع والخيال. اضافه الى ذلك شهدنا بعد يومين من العروض المسرحيه اننا كاين واحد قفزه نوعيه من خلال النزلاء انهم يقدموا عروض مسرحيه محترفه. طبعا شكر موصول اداره المؤسسه اللي كتفتح لهم هذه الفرصه انهم يقدموا عروض مسرحيه وتوفر لهم جميع الامكانيات انهم يعرضوا داخل اسوار السجن وتكون لهم فرصه انهم يقدموا هذا المنتوج ديالهم قدام يعني واحد مجموعه من الناس اللي مهتمه بالفن المسرحي ويتقاسموا معاهم التجربه ديالهم. كنتمنى لهم التوفيق. واليوم في حفل ختامي اننا استطعنا في لجنه التحكيم اننا نكونوا موضوعيين مهنيا من خلال مناقشات واخذ معايير المسرحيه داخل العروض اللي شفناها وكنتمنى ان نكونوا توفقنا في الجوائز. وطبعا هي الفرق المشاركه كامله فائزه من خلال العروض اللي قدموها على يعني من خلال الجهات المملكه كامله. كنتمنى التوفيق للجميع.